ايضا نروح لقاءات بعد المباراه، لقاءات مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. احنا هدفنا اللي انت عارف بنلعب على البطوله دايما، والنادي الاهلي دايما بيبقى قدامه هدف واحد هو البطوله. الحمد لله النهارده تاني ماتش كسبنا المحله الاسبوع اللي فات، والنهارده كسبنا الجونه، فريق محترم عندهم لعيبه كويسه، بتمنى ان احنا يعني نفضل ماشيين على نفس المسيره، واحنا شغالين مع الولاد كويس، وكابتن ياسر دايما بنتكلم معاهم، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجه يعني للنادي الاهلي ونقدر نحرز البطوله. بالنسبه للناس العادي طبعا انت عارف الكابتن ربيع في منتخب الشباب عنده البطوله، فواخد من عندنا 5 لعيبه، فدي مهمه قوميه زي ما بيقولوا ووطنيه، فما نقدرش نتكلم، لكن اكيد هم لعيبه يعني مؤثرين ولعيبه من الركائز الاساسيه عندنا، وبنتمنى لهم طبعا التوفيق في المنتخب، ولما يرجعوا ان شاء الله اكيد هيزودونا واكيد هيدونا دفعه، وبيبقى برضو حاجه كويسه وثقه مع الولاد طبعا زمايلهم، فان شاء الله ربنا يكرمهم ويرجعوا بالسلامه، ويبقى ساعتها الصفوف مكتمله يعني ان شاء الله. طبعا اللي يعني الولاد طلعوا وعارف زي ما بيقولوا ايه، خدوا الخضه خلاص يعني، فاهم؟ انت لما بتبقى لعيب صغير وبتطلع تتمرن مع الفريق الاول مع النجوم، بتشوف الناس دي كلها، انت بتتمنى ان انت في يوم من الايام تبقى زي الناس دي، فلما بتتمرن معاهم على طول مره واثنين وثلاثه، فاعتقد اللي هم يعني الخضه دي بتروح، فحاجه كويسه. واحنا اتكلمنا معاهم اللي طلعوا بعد ما نزلوا، اللي دي حاجه كويسه، وادي الموضوع مش بعيد، اديك اهو بتطلع، وفرصه كويسه للمدرب اللي موجود دلوقتي والاداره الموجوده في ناشئين بتطلع. كان الاول كان بيبقى انت عارف الامور صعبه شويه، لكن دي حاجه كويسه يعني، حظهم كويس اللي بيطلعوا وبيتشافوا، فاعتقد اللي ربنا يكرمهم. اهم حاجه وانا اتكلمت معاهم اللي بيطلع يمسك فيها، كل واحد عارف دوره ايه، ما ينفعش انا اجي اخد دور فاروق وفاروق يجي ياخد دوري، لا احنا قايلين وانا منبه على السبوره في المواقف السافته وانا بتكلم مع الاولاد في المحاضره، مين رقم 1، مين رقم 2، مين رقم 3، مين رقم 4، انا حاطط في الورق 4. فلما احمد خد الكوره هي حاجه كويسه منه، هو اللي جايب ضربه الجزاء وهو اللي عمل فيها يعني حيا اللعبه، وهو اللي عمل فيها مجهود وخد ركله الجزاء، فبيبقى عايز هو اللي ينفذها. لكن زي ما انت بتقول، لا النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي ونظام النادي الاهلي، لا اللي معروف مين 1 مين 2، كلام المدرب هو اللي بيمشي في الاول وفي الاخر، ودي حاجه يعني الف ب زي ما بيقولوا. فانا ناديت له من على الخط وقلت له ما فيش اي مشكله خالص، واللاعب تقبل، واحمد اشرف هو رقم 1 عندنا، واحرز للمباراه اللي فاتت برضو مباراه المحله احرز ضربه جزاء، فهو رقم 1 عندنا، فهو اللي شد، هو اللي سدد يعني. الحمد لله طبعا الاداء ما كانش اللي هو، بس احنا الحمد لله يعني قدرنا نجيب المكسب النهارده، والحمد لله يعني الفوز ده احنا بنتمرن عليها كل يوم، يعني احنا من 4 شهور من ساعه ما بدانا فتره الاعداد واحنا بنتمرن على كده. الكوره مثلا من ناحيه الشمال، فانا لازم اقطع البعيد عشان لما تعمل عرضيه مثلا او على الارض اكمل اجيب جول، بس وده اللي حصل النهارده الحمد لله. والله الحمد لله طبعا النادي الاهلي يعني مش غريب عليه اي 11 في الملعب، اكيد يعني هنجيب المكسب من اي حته على ارضنا بره ارضنا، وده اللي حصل في ماتش المحله هناك، الملعب ما كانش كويس قدرنا نجيب الفوز الحمد لله. كابتن ياسر والله وكابتن معتز ومستر مايكل وكابتن خالد الجهاز كله بيتكلم معانا كويس، واقف في ظهره عامه يعني. دي كانت لقاءات مع لاعبي الاهلي والجهاز الفني.